أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. حلقة اليوم لا للنسيان، كارثة ملعب تازريت بتالودانس، كارثة الصويرة حيث تم مقتل 15 امرأة، كارثة أجوكان بالأمس القريب. واش ما غاديش نعيو من هاد المآسي؟ في كل أسبوع في كل شهر كتنور القيامة، روبورتاجات الصحافة كتكسب، المواقع الإلكترونية، قنوات في اليوتيوب تتكلم بحزن بحزن كبير جدا عن هذه الأرواح التي تزهق يوميا، في حين أننا نرى أن يعني لا مبالاة أو مع مرور الأيام هناك نوع من النسيان. لماذا ننسى هذه الكوارث؟ لماذا لا نؤرخ لهذه المآسي التي يمكن من خلالها أننا على الأقل اعتراف ضمني بأننا أهل الناس لما تراهم مواطنين مغاربة، مواطنين شرفاء لا ذنب لهم. الناس كتفرج يعني ما غاديش نحمل المسؤولية كاملة، لأنه يعني هناك بعض الطيش في الذين بقوا في الملعب، ولكن أن يشيد ملعب في وسط النهر، يعني هذه من العجائب السبع. إذا كانت من العجائب السبع، يعني إذا كانت شي حاجة ما كتقبلش، يعني ما يتقبلهاش المنطق وما يتقبلهاش العقل، هو أننا نرى أن ملعبا يشيد في قلب نهر. إلى متى هذه اللامبالاة؟ إلى متى هذا التعامل، التعامل كيف ما عرفش كيفاش نوصفه، تعامل ظرفي مع الكوارث، مع المعطيات. حتى كتقوم القيامة عاد الناس كيبداو يهلوا. على الأقل هناك أناس بادروا لمد اليد المساعدة من خارج المغرب ومن داخل المغرب دون أن يتفوهوا بكلمة، في حين أن الحكومة قريبة ما دارت تلعبة. يعني محزن أن نرى يعني في أوج العطلة الصيفية وفي بداية الدخول المدرسي أننا نرى مثل هذه الكوارث التي تتكرر يعني بصيغة يعني ساذجة، فيها نوع من السذاجة، فيها نوع من عدم العقلانية. لذلك يعني أن تكون مزيد من الحرص على أرواح المواطنين المغاربة، إذا كانت شي حكومة قادرة على أنها تحفظ كرامتها، إذا ما قدرتش تحفظ الكرامة ديالهم على الأقل تحفظ الماء ديال الوجه ديالهم، لأنه هاد الناس هادو يعني لا ذنب لهم. في القرى النائية جا الثلج كيقتلنا، جا الصهد كيقتلنا، جا الواد كيقتلنا. إذن ماذا تفعل هذه الحكومة إلى ما كان العمل ديالها هو أن تصون كرامة المواطن المغربي وتحفظ كذلك تحفظ هاد الروح دياله وتوفر له مزيد من الأمان على المستوى الطبي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. ما بغيش نطول اليوم، يعني فقط هناك نوع من الحسرة ونوع من هذا الاستخفاف الذي تراه. ما احنا ما خصناش لي روبورتاجات اللي يوريو لينا المآسي ديال عباد الله والاحزان ديالهم والفقر ديالهم، وان الناس باش يتوضاو ما صايبينش، الناس باش يشربوا ما صايبينش، في حين ان الناس تتباهى، يعني الحكومه تتباهى ب وجدنا ودرنا وفعلنا وتركنا. روبورتاجات يعني التي تقدمها القنوات يعني في اليوتيوب يعني من قلب الحداث، يعني تكشف زيف هذه الادعاءات. كان لنا الله في ما نعيشه وفي ما نحياه، وإلى لقاء قادم، تقبلوا كل التقدير والمودة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.